طيب نروح لخبر تاني في القضية الملقبة طبعا بفساد وزارة الداخلية، واللي كانت من أيام وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي قبل الثورة. المستشار محمد عبد الرحمن قاضي التحقيق في القضية قرر رفع أسماء 80 مسؤول في مؤسسات الدولة من وزارة الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزي للمحاسبات، قرر رفع أسماءهم من قوائم الممنوعين من السفر في قضية اتهام اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين بالاستيلاء على 1 مليار جنيه من ميزانية الوزارة. حصل ده بعد ردهم الأموال اللي تحصلوا عليها. قاضي التحقيق في القضية قال إن المسؤولين اعترفوا بحصولهم على الأموال دي كمكافآت، وكمان جهات التحقيق اتأكدت إنهم لم يتحصلوا عليها بطريق غير شرعي، ولم يتوفر كمان القصد الجنائي في الاتهام في هذه القضية، عشان كده تمت الموافقة على ردهم للأموال اللي تحصلوا عليها ورفع اسمهم من على قوائم الممنوعين من السفر. بلغت طبعا الأموال اللي تحصلوا عليها 178 مليون جنيه، وبعد كده استبعدتهم من القضية اللي تمت إحالتها لمحكمة الجنايات. طيب بينضم لي عبر الهاتف السيد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق. أهلا بيك يا فندم معنا في مصر في أسبوع. أهلا بيك يا أستاذ كمال وتحياتي لك وللمشاهدين. أهلا وسهلا بيك يا فندم. شايف إزاي القضية لغاية دلوقتي، القضية اللي أطلق عليها قضية فساد وزارة الداخلية من أيام حبيب العدلي؟ شوف القضية دي لازم يعني عشان نفهم يعني ما حدث بالضبط لابد أننا نعتمد على الأسس الخاصة بالتحقيق الجنائي وبالمحاكمات الجنائية اللي واردة في قانون الإجراءات الجنائية. في قانون الإجراءات الجنائية ده المفروض أنه الأساس أن الدعوة العمومية بتتولاها النيابة العامة، إنما يجوز في ذات الوقت أن يعني يختار قاضي للتحقيق في هذه القضايا أو في بعضها يعني، وبالتالي هو الذي يتولى عملية التحقيق والعملية النهائية بالنسبة للتحقيق ده لتحديد يعني نتائجه، وهل هناك اتهام أو متهمين يحالوا إلى القضاء الجنائي أم لا. الذي يعني نشر، وطبعا ده المفروض ان احنا نفترض انه هو يكون صحيح، انه تبين من التحقيقات انه من يعني احيلوا للتحقيق عدد من الموظفين في الداخلية وغيرها، وان هؤلاء قبضوا مبالغ كبيرة وصلت لهم عدة ملايين من الجنيهات. إنما قال القاضي المحقق في مذكرته بنتيجة التحقيق بأنه قد تم صرف هذه المبالغ لهم دون سوء نية ودون تعمد يعني ارتكاب أي مخالفة في هذا. كمكافآت يا فندم. كمكافآت يعني انه هو المفروض ان هم لم يصدر عنهم ما يمكن ان يعد تصرفا مخالفا للقانون وبالتالي يكون جريمة جنائية. بس يا فندم 178 مليون جنيه مكافآت دول ردوهم طبعا. هذا الكلام وهو محل نظر طبعا، لو صح هذا الكلام نجد ان الاتهام الجنائي في هذه القضية المفروض ان هو ينطوي على قصد خاص، وهو النية السيئة التي تؤدي الى قبض هذه المبالغ. لو كان طبعا ده يعني ثابت ان هم ليس لديهم نية سيئة، وده امر غريب طبعا بالنسبة لمبلغ ضخم زي هذا المبلغ الذي انتهى اليه التحقيق، ان هم المفروض انك ما تقدرش انك تحولهم الى المحكمة الجنائية لانه لا توجد اركان يعني المعنوية والمادية للتهمة يعني اختلاس المال العام او سوء استخدام هذا المال وهكذا. انا شخصيا ارى من ازاي يا فندم ما فيش وثائق على الموضوع ده، ارى ان يعني هذا الذي انتهى اليه قاضي تحقيق يحتاج الى دراسة، ومش متصور ان الناس تصرف عدد محدود، تصرف بمبالغ هائلة تصل الى الملايين هكذا
باعتبارها مكافآت من غير ما يكون هناك جرائم يرتكبوها للوصول إلى هذه النتيجة، مثل التزوير و يعني الاستهتار بالمال العام وإساءة استخدامه وهكذا. وبالتالي أنا أظن أن الصحيح في الأمر أنه يتعين إعادة النظر فيما انتهى إليه يعني قاضي التحقيق في هذا الشأن، والتأكد من أن هناك أدلة قطعية بعدم وجود سوء نية وعدم وجود قصد جنائي لهؤلاء. وطبعا هذا يترتب عليه لو ثبت يعني عكس ما قيل في هذا الخصوص أنه هناك جرائم يتعين إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة. سيادة المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا.